رئيس الجمهورية قيس سعيد يستدعي رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى قصر قرطاج. واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في لقائه برئيس الحكومة أحمد اللحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البغديري نمصية أنه فما مشكل لازم تتم معالجته يتمثل في التمويل الأجنبي للجمعيات. قال على سبيل المثال هناك جمعية تونسية في الخارج تتلقى ملايين الدينارات كل سنة وتحول هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسية في تونس. يقول هناك جمعية تلقت سنة 2022 أكثر من 2 مليون دينار يعني 2 مليارات ومن ثم يتحدثون عن المجتمع المدني. لكن يقول أن الأوان لبعض الخبراء والمفكرين ليعيدوا النظر في هذه المفاهيم. وقال بأن الجمعيات اللي تتلقى أموال من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الأسبوع للراحة والاستجمام، ويأتي الخبراء من الخارج للتكوين حسب رئيس الجمهورية. كما شدد الرئيس على أنه العبث بملف الأملاك المصادرة متواصل منذ سنة 2011 ولا بد من وضع حد للإجراءات التي لم تؤدي إلا للاستيلاء على أموال الشعب. يؤكد أن الأملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسية وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية وظهرت بعد 14 جانفي 2011. وأضاف أن الأملاك المصادرة اللي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها لابد أن تعود للشعب التونسي. في هذا الإطار فما عدة رجال أعمال اللي تم إلقاء القبض عليهم على ذمة الأملاك المصادرة، يعني في ملف الأملاك المصادرة. تحدث رئيس الجمهورية على أشخاص كانت قلوبهم تنبض على الشمال ولكن حافظات أموالهم على اليمين، كما يعبر رئيس الجمهورية ويقول لا علاقة لهم باليسار وأموالهم كثيرة في الخارج، لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات وفق تعبيره. قال أعرف عدد غير قليل منهم كانوا يتظاهرون أنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي، ولكن ثبت أنهم حين تولوا المسؤوليات ارتموا في أحضان اللوبيات حسب تعبيره. وقال رئيس الجمهورية أنه تم تطهير القضاء لكننا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون. لم أتدخل أبدا في القضاء يقول، ولم أرفع أي قضية ضد أي شخص أو جمعية أو حزب وأنأى بنفسي عن ذلك، ولكن يقول أرفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولياتهم. وقال رئيس الدولة إنه لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، ولا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل، فليمارس القضاء القضاة وظيفتهم بكل استقلالية، وعليهم أن يطبقوا القانون ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم حسب رئيس الجمهورية. طبعا وزيرة العدل هي كانت حاضرة في هذا اللقاء وأحكيوا فيه على عديد النقائص والثغرات، مردها الاعتقاد السائد كما يقول رئيس الجمهورية بوجود أشخاص فوق القانون سواء داخل الإدارة أو خارجها، وقال فليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم، والتحذير موجه للجميع لمن يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد ومن يريد تجويع الشعب والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها.
طبعا هذا التحذير يقول رئيس الجمهورية هو الأخير. حاب نقول في هذا اللقاء أيضا الرئيس حكى على قانون صلح الجزاء، وأكد أنه باش يتم تعديل المرسوم المتعلق بصلح الجزاء ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه. ويقول رئيس الجمهورية للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل شيء، وهم في الواقع يتسترون على الفساد ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد، ولكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع. رئيس الجمهورية يقول أردنا من خلال صلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات، لكنهم أخذوا الأمر هزوا، ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، فليس هناك من يمكن أن يتخفى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب، لأن الأموال أموال الشعب ويجب أن تعود. يقول لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق أو أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، عليه أن يعيد الأموال، وليس لدينا أي نية للتنكيل به، ولكن لا أحد فوق القانون كما يقول رئيس الجمهورية. كذلك رئيس الجمهورية يحكي على معناه جهات استخباراتية أو جهات استخباراتية، يقول بأنه فما جمعية تتلقى أموال من الخارج هي امتداد لدوائر استخباراتية بالحجة والبرهان، ويجب وضع حد لهذا. ويقول لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة في سيادة تونس، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، ولا يجب أن ينسى القائمون على البنك المركزي أنهم قائمون على مؤسسة عمومية تونسية، وأنه يتمتع باستقلالية في وضع السياسات النقدية وليس مستقل عن الدولة التونسية. وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة التثبت في مصادر الأموال التي تأتي من الخارج وتضخ لتلك الجمعيات، وانتقد القانون المنظم للبنك المركزي اللي قال بأنه وضع باسم الشعب التونسي، ولكن من مرروه ليس لهم الجرأة الكافية ليؤكدوا بأنه وضع باسم عواصم غربية. يبين رئيس الجمهورية أنه فما عدة إخلالات في تمويل الجمعيات، مليارات سنويا تضخ بطريقة غير شرعية، تمشي الأحزاب السياسية وإلى غير ذلك. يقول لازم نغيروا هالوضعية هذه، ورئيس الجمهورية وجه رسائل في كل الاتجاهات من خلال هذه الكلمة، وطبعا حمل الجميع المسؤولية متاعه، البنك المركزي وأيضا وزارة العدل والقضاة وغيرهم، وقال بأنه راهو صواريخنا ما زالت في منصاتها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق وتضربهم في أعماقهم.